اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. وزي ما قلت لحضراتكم النهارده فقره احتفاليه، هنحتفل اكتر بعدد البطولات اللي خدها النادي الاهلي. انا الحقيقه ما بسالهم عدد البطولات قد ايه، هنتكلم في كل البطولات، كل بطولات العاب الصالات، الالعاب الفرديه، كل حاجه. الحقيقه عندنا عدد كبير جدا جدا من البطولات في هذا الموسم التاريخي، يستحق كل واحد عمل شغله في النادي الاهلي يستحق كل التحيه وكل التقدير. خلوني الاول ارحب بضيوفي في هذه الفقره كالعاده. كريم سعيد، ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايضا احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ تمام. كله تمام؟ متاكد؟ مش قوي. اشمعنى مركز احمد؟ عشان البدله، عشان البدله. الكرافات لابس البدله، هو الوحيد اللي لابس الكرافات. طب تعالى اقعد مكان احمد، انت المفروض تقعد بقى. ازيك يا ناجي؟ الحمد لله. اخبارك يا حبيبي؟ محمد ناجي طبعا. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن. كله كويس؟ سعيد ان انا موجود مع حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي. هنتكلم مع محمد ناجي واحمد رشاد. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. انا سعيد مروق النهارده. سعيد ان انا موجود معاك يا كابتن ومع زمايلي وعلى قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا ابو حميد. هنتكلم اكتر مع احمد رشاد ومحمد ناجي عن العاب الصالات والالعاب الاخرى، وعندنا مفاجآت كثيره جدا وعدد كبير من ان شاء الله الصفقات التي الله يحتاجها النادي الاهلي. مش هنقول اسماء طبعا، ولكن هنقول لحضراتكم ايه هي الصفقات اللي هتيجي. كريم خليني ابدا معاك. نعم. خمس بطولات وكالعاده احنا اتكلمنا بشكل مفصل خلال الايام السابقه على البطولات اللي خدها النادي الاهلي، ولكن موسم تاريخي و يستحق كل منظومة كرة القدم في النادي الأهلي تستحق التحية. أكيد يا كابتن إسلام، إحنا على مدار الأسابيع الماضية وبعد حسم النادي الأهلي رسميا لبطولة الخماسية السنة دي، أكيد كل المنظومة بداية من مجلس الإدارة وصولا للجهاز الفني وكل اللاعبين أكيد كلهم يستحقوا الإشادة للطفرة اللي حصلت. وأنا حابب دلوقتي كمان نجاوب على سؤال الناس كتير جدا بتسأله، هو إيه اللي فرق النادي الأهلي السنة دي محليا عن السنتين اللي فاتوا؟ وحابب ان السؤال ده يعني على السنه ناس كتيره، وناس كتيره ممكن بتجاوب اجابات عامه مش اجابات متخصصه او اجابات فيها ارقام. انا طيب، حابب نجاوب بالارقام. ايوه. واحده من اهم الاسباب اللي تخلينا نقف على قوه المنافسه في الدوري المحلي او ازاي تحسم الدوري المحلي هو قوه الدفاع. الدفاع هو اللي بيحسم بطولة الدوري الممتاز ويخليك دايما تنهيها بشكل مبكر. وعشان كده انا عايز اعمل مقارنة بسيطة سريعة ما بين اخر اربع مواسم للنادي الاهلي في الدوري. موسم مع رينيه فايلر، وموسمين مع بيتسو موسيماني، وموسم مع مارسيل كولر. اتفضل. موسم 2019-2020 النادي الاهلي احرز أو حقق 89 نقطة، طبعا رقم قياسي في النقط. احرز 74 هدف واستقبل 8 اهداف. نادي الزمالك الوصيف حقق 50 هدف ودخل مرمى 27 هدف وحقق 68 نقطة. طيب الموسم اللي ورا، موسم 2020-2021، نادي الزمالك توج باللقب بعد ما وصل نقطة 80 وأحرز 61 نقطة ودخل مرمى 21 هدف فقط، يعني حسن دفاعه بفارق 6 أهداف. النادي الأهلي حصل له دروب في مسألة الدفاع، أحرز 72 هدف، دخل مرمى 29 هدف ووصل للنقطه 76. يعني كان هو في الموسم اللي قبليه دفاعه استقبل 8 اهداف، مع اول موسم لبيتسو موسيماني دفاع النادي الاهلي تقريبا شبه انهار في الدوري، دخل مرمى 29 هدف يعني بزياده 21 هدف. طيب نروح للموسم اللي بعديه 2021-2022، نادي الزمالك حقق البطوله لما احرز 77 نقطه، حقق 62 هدف تقريبا نفس عدد الاهداف اللي حققها في موسم 2020-2021 واستقبل 29 هدف، في حين النادي الاهلي طلع ثالث في المسابقه دي واحرز 62 هدف ودخل مرمى 21 هدف وحقق 70 نقطه. مع مارسيل كولر بقى تعال نبص عمل ايه. النادي الاهلي حقق 83 نقطه، احرز 63 هدف، ربما تبقى عدد الاهداف اللي احرزها اقل من الاهداف اللي احرزت في السنتين بتوع بيتسو موسيماني، لكن تعال نبص على الدفاع 13 هدف فقط. وبالتالي هنا كابتن جدا هو تركيز مارسيل كولر عادت الاهلي. احب على مسؤوليه جهاز الاحمال في تقليل الاصابات ووضع اللاعبين في وضع مثالي لخوض موسم ما يزيد عن 70 مباراه زي ما كنت انا واحمد سيد بنتكلم خلال الاسبوعين اللي فاتوا. ف
دي احنا عايزين نحطها قاعده لينا عشان حتى بعد كده نبقى نحكم من على الفريق من خلالها. الدفاع قوه الفريق الدفاعيه هي اول اليمنت او اول عنصر لازم اي محلل اداء او لازم اي منظومة تحليل اداء نبص عليها لتقييم اي مدير فني قادم او حتى حالي في النادي الاهلي. الدفاع هو السبيل الاساسي ليك لتحقيق البطوله المحليه. الدفاع ده مش معناه ان انا بدافع يعني ان انا بدافع بس ما بهاجمش، لكن ده الدفاع الافضل من الهجوم. الله ينور عليك. بنتكلم على عدد الاهداف المسجله في مرمانا، احنا ازاي النهارده ننزل بالرقم طالما ان احنا بننزل اقل من 13. هنتكلم في التفاصيل، انا مش عايز تفاصيل دلوقتي على طول لان احنا لسه عندنا وقتنا ان احنا ناخد كل التفاصيل يا احمد، ولكن 28 بطوله و23 العاب وخمسه العاب اخرى يعني وخمس بطولات لكرة القدم. مرة تانية هذا الموسم أنا مش أنا لوحدي، كل جمهور النادي الأهلي وكل الإدارة وكل العاملين في مجال الرياضة في مصر بيعتبروا هذا الموسم هو موسم تاريخي للنادي الأهلي. طبعا موسم تاريخي بكل تأكيد في جميع الألعاب، نجاح على مستوى جميع الألعاب في النادي الأهلي، على مستوى القدم، على مستوى اليد، على مستوى الطايرة، على مستوى السلة. أنت النهاردة مشارك في السنة واحدة في كأس، الفريق الوحيد في العالم اللي مشارك في كأس عام للأندية قدم ويد وسلة. فدي حاجة تحسب للنادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا تحديدا في كرة القدم أنت بتاخد خمس بطولات. أنا بشوف إن اللي فرق معانا قوي السنة دي لو رجعنا كده من بداية السنة فترة الراحة اللي قررت إدارة النادي الأهلي أو لجنة الكرة في النادي الأهلي إن هي تعطيها للعيبة في نهاية الموسم الماضي، أعتقد إن دي فرقت كتير جدا طبعًا. الراحة دي واحدة لو رجعت بالسيزون كده السنة اللي فاتت في بداية السنة دي كانت أهم قرار أخذته إدارة النادي الأهلي في فترة الراحة، وكانت نقطة الحسم وإعطاء راحة للعيبة إن أنت تعمل لهم ريفريشمنت للعيبة بشكل كويس. الحاجة التانية برضو اختيار كولر، اختيار مارسيل كولر، كل التحية للنادي الأهلي على اختيار كولر. النهاردة الناس وقت اختيار كولر كانوا بيقولوا ده راجل بقاله سنتين ما بيمرنش، بقاله مش عارف ايه، كان في كلام وأقاويل وحاجات كده على مارسيل كولر. اختياره النهاردة نجاحه هو. صحيح النادي الأهلي بينجح أي حد دي حقيقة، صحيح. بس انت لازم يكون عندك القدرات الشخصية بتاعتك تكون كويسة، ولازم تكون عندك الإمكانيات عشان تنجح. ده النجاح مع منظومة دي. يعني مثلا جه قبله ريكاردو سواريش ما نجحش، ليه؟ ما عندوش الإمكانيات أو ما كانش موفق مع النادي الأهلي. لكن لما جه كولر نجح بنسبة 100%. لو استعرضنا أرقام كولر حتى هنتكلم في، أنا عايز بس أتكلم بشكل عام الأول بعد كده احنا هنخش في التفاصيل. في الألعاب الصالات خليك تقول التفاصيل اللي أنت عايزها ما تقلقش. ألعاب الصالات كمان النجاح على مستوى المدارس الأسبانية الموجودة النهارده في كل الألعاب. النهارده في السلة أنت بتحقق تلت تاريخ كرة السلة في النادي الأهلي مع أوغوست بوش، طول تلت التاريخ. يعني انت 15 بطوله 15 بطوله في اخر سنتين او 15 15 في عهد مجلس اداره الحالي محققين تلت، يعتبر تلت تاريخ، ما يقارب من تلت تاريخ النادي الاهلي في السله. اليد انت برضو خدت دوري وخدت كاس، فانت محقق برضو بطولتين كويسين، رجعت تاني امجاد اليد طبعا. الطايره برضو اعتقد ان المنافسه واللي حصل في كره اليد في الطايره في السيدات اعتقد ان ده يعني نجاح كبير للنادي الاهلي. 23 بطولة في كل الألعاب، أعتقد أن ده مهم جدا أن احنا نقول للناس الطفرة اللي حصلت، إيه اللي حصل عشان يبقى فيه مش عايز تفاصيل دلوقتي، احنا بنتكلم بشكل عام وبعد كده هنخش في ملخص الكلام يا كابتن. أنه كان فيه تخطيط بشكل مدروس وشكل سليم. الأهلي بيبني للنجاحات اللي بيحققها في ألعاب الصالات دلوقتي مش من نتيجة السنة اللي فاتت. أيوة. ده نتاج عمل متواصل اتبنى سنة بعد سنة. عطفا على الكلام اللي كان بيقوله كريم انه كده انه يعني دايما بيتقال في انه منظومه الدفاع هي بتكون الاهم في كل الالعاب مش في الكوره بس. يعني احنا كريم صحيح. كان بيتكلم وبيذكر الموضوع دلوقتي لكره القدم لان ده الظاهره اللي ممكن تكون واضحه لكل الناس كعوام او الناس كلها، كل الجماهير تبقى قادره انها تشوفها. لكن في باسكت بول از ديفنس، ده اصلا تعريف كره السله، انه كره السله اصلها هو الدفاع. لو انت دافعت بشكل مميز تقدر ان انت وده من ضمن اهم العناصر اللي كان اشتغل عليها مستر أوغوستي بوش السنين اللي فاتت. وشفنا ده في مثلا في حتى في الهاند بول وفي البولي. في البولي انت لو استقبلت الكره الاولى صح خلاص بقى عندك، احنا خسرنا البطوله بسبب ان انت مش قادر تستقبل بشكل افضل. نفس الكلام بالنسبه للهاند بول، لو انت عندك منظومه دفاعيه قويه وصعب على المنافس ان هو يسجل فيك هدف، هتكون الامور بالنسبه لك اسهل بكتير انك تقدر تحقق الفوز. فالاهلي شغال بشكل مميز جدا، بشكل علمي وشكل مدروس وبيتخطط للامور بافضل شكل.
شايف انه في دعم كبير جدا من مجلس الاداره للالعاب الثانيه، ما بقتش بالنسبه للجمهور او بالنسبه للناس هو رقم مكمل للبطولات اللي النادي بيحققها، لا ده بقت مهمة حاجه جداً. مهمه جدا بالنسبه للشكل العام بتاع النادي. رشاد برضو مهم جدا، وده سؤال عايز اساله لك، هل كره القدم لها تاثير معنوي ايجابي في حاله الفوز بالبطولات على بقيه الالعاب؟ يعني ان انا اكسب البطوله الافريقيه واكسب الدوري واكسب السوبر واكسب مش عارف ايه واكسب ايه واكسب ايه واكسب ايه، هل ده يؤثر بشكل معنوي على 23 بطوله؟ على الرغم من ان معظم البطولات دي او 60-70% كان قبل بطولات الفريق الكوره، ولكن فريق الكوره صح، هل ده بيؤثر؟ اكيد يا كابتن، زي ما حضرتك بتقول هو البدايه كانت من دعم مجلس اداره النادي الاهلي لكل الالعاب. يعني النادي الاهلي من بدايه الموسم او الموسم اللي فات اللي قدر يحقق فيه 23 بطوله تم تدعيم الفرق كلها، تغيير عدد من القيادات الفنيه في الفرق. طبعا لعيبه الالعاب الاخرى اكيد عندهم اصحاب كتير جدا في كره القدم، بيكونوا دايما ساعات موجودين معاهم في الماتشات، بيكونوا دايما موجودين معاهم في الاستاد، بيقعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض. يمكن سر نجاح النادي الاهلي في الفتره الاخيره هو الروح اللي موجوده داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيحقق 23 بطوله فهو زعلان العاب الصالات في العاب الصالات، فهو 28 فهو زعلان على التسعه اللي خسرهم. يعني احنا في الالعاب الجماعيه 31 بطوله، النادي الاهلي حقق 23 وخسر تسعه، فالنادي الاهلي زعلان على التسعه مش فرحان بال 23. فهو ده النجاح داخل النادي الاهلي، النادي الاهلي البطوله بتخلص بيفكر في البطوله اللي بعدها. فانا شايف من وجهه نظري ان مجلس الاداره اشتغل كويس جدا من بدايه الموسم، قدم لكل الالعاب الجماعيه وسواء الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، قدم كل حاجه للنشاط الرياضي من دعم كامل، واحنا شفناه على ارض الواقع. يعني شفنا البطولات اللي موجوده في النادي الاهلي هذا الموسم، يعني واكيد هنتكلم في التفاصيل. فالنادي الاهلي قدر ينجح ان هو يحقق كل البطولات، وفعلا كابتن النادي الاهلي هو ملك الصالات الحقيقي. ملك الصالات الحقيقي، وبما ان النادي الاهلي هو ملك الصالات الحقيقي، خلينا نطلع نشوف تقرير عن موسم اسطوري، 28 بطوله في كل الالعاب سواء كره قدم او العاب اخرى. الحقيقه موسم للتاريخ في النادي الاهلي. في موسم اسطوري 28 كاسا جلبتها الفرق الرياضيه للنادي الاهلي الى دولاب بطولات القلعه الحمراء، بعد التتويج بالبطولات المحليه والافريقيه التي شاركت فيها جميع الفرق الرياضيه على مستوى كره القدم والالعاب الجماعيه والفرديه للرجال والسيدات. ففي كره القدم حقق الماردي الاحمر خماسيه تاريخيه، كما نجحت فرق القلعة الحمراء الرياضية باكتساح هذا الموسم بامتياز، وحصلت ألقاب 23 بطولة ليهيمن الماردي الأحمر على عرش البطولات لهذا الموسم، ليثبت مجددا بالفعل لا بالقول إن النادي الأهلي الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها شمس البطولات، والذي نجح في أن يعتلي عرش ألقاب الألعاب الجماعية في مصر وإفريقيا، وواصل هيمنته على لقب الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات في العالم برصيد 148 لقباً، إضافة لثلاث ميداليات برونزية لكأس العالم للأندية. موسم استثنائي مكافأة للجمهور الكبير الوفي الذي يقف وراء جميع الفرق الرياضية، وللإدارة الحكيمة بقيادة الكابتن محمود الخطيب ومجلسها وجميع من ينتمي لكيان الأهلي على التفاني والتركيز في العمل الجاد. كريم، ان احنا نلعب في كاس العالم اعتقد ان ده احنا شيء احنا تعودنا عليه طبعا، وده الطبيعي بتاعنا، وبنتكلم في نقاط الضعف وكل الكلام اللطيف الحلو ده للفرق الاخرى، ولكن في نفس الوقت ان انت تلعب في كاس العالم اعتقد ان ده شيء مختلف تماما وفرحه مختلفه تماما بعيد عن النتائج. اكيد طبعا، واكيد طبعا النهارده احنا كلنا جمهور الاهلي ربما يشوف ان مانشستر سيتي هيجي لنا مهزوز بعد خسارته النهارده. خسرته النهارده اخيرا، خسر خسرته النهارده قدام ارسنال في سيناريو درامي بصراحه. اللقب اتسرق من جوارديولا تقريبا بالظبط في خمس دقائق، خمس ثواني يعني، خمس ثواني تقريبا، حتى
واضح هو كانش عارف ان كان في ضربات ترجيح على طول، وكان عامل حسابه حتى كان في وقت اضافي هوب لا الحكم بيقول لك احنا زهقنا لعبوا ضربات ترجيح يلا عشان تتغلبوا عشان تتغلبوا عشان تروحوا للاهلي مهزوزين. اكيد طبعا كابتن اسلام شيء مميز جدا، انت على مدار كام سنه بتلاعب فرق مختلفه دي حلاوتها كمان. يعني مثلا ما رحتش مونديال الانديه في الفتره اللي ريال مدريد اكتسح فيها اوروبا 30 ورا بعض، لا احنا سنه بنلعب بايرن ميونخ، سنه بنلعب ريال مدريد، السنه دي شوف انا على المستوى الشخصي احب ان احنا نلعب جوارديولا بس ما احبش العبه في السيمي فاينل، يعني انا نفسي اوصل لعبه بقى الماتش طبعا لعبه ودي لكن امانه المره الاولى طبعا يعني هنا مونديال الانديه في المملكه العربيه السعوديه اكيد برضو في زخم جماهيري كبير هناك، وبدون شك احنا النهارده كلنا من يعني شغلتنا في الصحافه بتخلينا مطلعين على الصحافه امريكا اللاتينيه والصحافه امريكا الشماليه والصحافه اوروبا. النهارده اسم النادي الاهلي بقى اسم معتاد جدا 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 جدا، تلاقيه في الاخبار وبيتحط مع كبار انديه العالم. النادي الاهلي النهارده حتى في كل المنتديات على تويتر على فيسبوك حتى على ثريدز التطبيق الجديد، لا يعني اسم الاهلي النهارده كبراند بقى اسم مختلف للدرجه اللي خلت الحارس السنغالي راح اهلي جد مندي لما كانوا بيتكلموا على الصفقه فبيقول لك ده مندي دخل على اليوتيوب بيتفرج على بطولات النادي الاهلي المصري، متخيل؟ فهي فكره في ايه يا كابتن؟ الفكره النهارده انت ازاي النهارده في النادي الاهلي خلال السنوات الاخيره مجلس الاداره نجح في تسويق البراند بشكل كويس، وكمان طبعا نتائج الفريق الاول وقوته وادائه الجيد في مباراه حتى رغم الهزيمه من ريال مدريد 4-1، هزيمه ربما تكون كبيره لكن اللي شاف الماتش وشاف سيناريو الماتش يقول ان شفنا النهارده لما كان ثابت جدا في الامكان افضل من مكان صحيح. انشيلوتي بيتكلم ما بين الشوطين عن النادي الاهلي ازاي ماتش كان صعب جدا جدا على ريال مدريد بنجومه ولعب فول تيم حد كانش في حد غايب، فاحنا ان شاء الله نتمنى باذن الله بطوله كاس العالم اللي في نهايه السنه تدينا زخم اكتر، واكيد هي مش الهدف في وجهه نظري، الهدف الاكبر والاسمى هيكون مونديال امريكا 2025 ان شاء الله بنظامه الجديد، وهو ده في وجهه نظري الهدف طويل الاجل اللي احنا المفروض نشتغل عليه من دلوقتي. انا مش هسال احمد ثابت على فكره، انا هسيبه يقول هو اللي هو عايزه النهارده تحديدا، يعني لا النهارده تحديدا هسيبه يقول ان هو عايزه. اتفضل يا كابتن احمد. في الاول بالنسبه كاس العالم للانديه، في ناس بتتصور مثلا مع رونالدو يعملوا عليها حفله، ما بالك انت بتلعب ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم للانديه يعني في مسابقه رسميه وبتلعب ريال مدريد، فالنادي الاهلي بيحطك في اماكن ثانيه وفي حتت ثانيه مختلفه. كلها برضه سالت تشريف لمصر يعني طبعا بس انت لما تلعب في كاس العالم للانديه، النادي الاهلي السنه اللي فاتت كانت المشاركه الثامنه مع مارسيل كولر كانت المشاركه الثامنه ليه في كاس العالم للانديه، كانت على فكره بالمناسبه لو استعرضنا الاحصائيه انا معايا احصائيات لمارسيل كولر تحديدا، لان انا بشوف ان مارسيل كولر يعتبر رجل الموسم من وجهه نظري في النادي الاهلي تحديدا في كره القدم، لانه عمل حاجات كتير. اول حاجه تعال نشوف ارقامه، هو طبعا حقق 5 بطولات قدامنا على الشاشه، دوري واثنين سوبر وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا وحتى كاس مصر الجديد، وصل لنص النهائي بتاع كاس مصر، يعني حقق الاهداف كلها، خسر بس كاس عام للانديه، لعب 60 مباراه كسب 44 اتعادل 11 وخسر 5، ده في كل في جميع البطولات، الارقام دي في جميع البطولات. نسبه الفوز لمارسيل كولر 73%، 73.3 ده رقم كويس جدا، يعني تقريبا 3 ارباع الماتشات السنه دي النادي الاهلي كسبها. احرز لاعبو النادي الاهلي 111 هدف وده رقم كبير جدا، فرقه بتجيب فوق ال 100 جون في الموسم ده رقم كبير قوي. حافظ على استقبلت خلينا الاول استقبلت شباكه اهداف 35 هدف. حافظ على نظافه شباكه في 38 مباراه من 60، يعني انت بتتكلم في اكتر من النص ماتشات النادي الاهلي خرج بشباك نظيفه، فدليل على القوه الهجوميه والصلابه الدفاعيه. فاز بثلاث بثلاثيه يعني بثلاث اهداف 14 مره، باربع اهداف 4 مرات، فاز بثنائيه برضه 14 مره، فانت تخيل كسبت 2 14 مره، كسبت 3 14 مره، كسبت 4 مرات. طبعا تفوق على نادي الزمالك مرتين في المباريات الكبيره، يعني مرتين او 3 مرات، تفوق على بيراميدز في كل المباريات، ما خسرش من الزمالك ولا خسر من بيراميدز، فالراجل محقق العلامه الكامله بصراحه. واحد من المكاسب الكبيره جدا الموسم ده مارسيل كولر، لو بصيت برضو على ارقام مارسيل كولر في الدوري، تعال نقيم الدوري زي ما كريم كان بيتكلم على نقطه الدفاع، تعال شوف هو اكثر الفرق تسجيل للاهداف في الدوري النادي الاهلي مع مارسيل كولر 63 هدف، اقل الفرق استقبالا للاهداف النادي الاهلي 13 هدف،
اكثر الفرق تحقيق للشباك النظيفه في الدوري 23 مباراه، مارسيل كولر 23 مباراه، اكثر الفرق تحقيقا للفوز 25 مباراه، اقل الفرق هزيمه خساره من بيراميدز بعد حسم الدوري اللي هي كانت 3-0، فتعتبر دي برضو واحده من يعني الارقام الممتازه لمارسيل كولر في الدوري مع النادي الاهلي. برضو تعالى ننقل لدوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي مع مارسيل كولر، انت اتكلمت على الدوري، تعالى دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي حقق اعلى نسبه تسجيل اهداف السنه دي منذ بدايه دور المجموعات مع مارسيل كولر. النادي الاهلي مسجل كام؟ هتلاقي في الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2023 حقق اعلى معدل تسجيل اهداف 23 هدف، وده رقم كبير جدا. ان النادي الاهلي مسجل برضو في كاس العالم للانديه 7 اهداف، ده اعلى معدل تسجيل اهداف للنادي الاهلي. يعني انت اعلى معدل تسجيل السنه دي في كاس العالم للانديه، اعلى معدل تسجيل في دوري ابطال افريقيا، وفي الدوري برضو محقق ارقام تهديفيه كبيره. يعني دي مثلا في كاس العالم للانديه النادي الاهلي اهو مسجل 7 اهداف، ودي ما حصلتش في السبع مشاركات اللي كانوا قبل المشاركه الثامنه للنادي الاهلي. فده برضو يحسب، ده دليل ان الراجل اختياره من الاول يحسب للجنه الكوره او لجنه التخطيط بالنادي الاهلي ومجلس الاداره اختيار ورهانهم على مارسيل كولر، ان شخصيته لايقه مع النادي الاهلي وان هو مدرب بعاليه هجوميه. انا كنت فاكره في الاول ان هو هجومي بس، بس برضو اللي حصل والتحول في شهر مارس والهزيمه من صن داونز ادته درس كبير ان هو ازاي يلعب بواقعيه اكتر وازاي يقوي دفاعاته، وشفنا الكلام ده بقى في المباريات الافريقيه. تمام. محمد برضو عايز اسالك عن ان النادي الاهلي او ملوك الصالات زي ما احمد رشاد قال، ليه نقدر نقول ان هذا الموسم النادي الاهلي هو ملك العاب الصالات؟ لكذا سبب يا كابتن. هو تقريبا كل الالعاب لو هنتكلم حتى تفصيلا عن لعبه، يعني الهاند بول الاهلي مشارك في 5 بطولات محقق منهم 3 على صعيد الرجال، على صعيد السيدات محقق 2 من 2 دوري وكاس، وبالاضافه انه الاهلي قدر انه ياخد برونزيه بطوله افريقيا بعد غياب 30 سنه في ظل تغير لعناصر اغلب عناصر الفريق، بتبني فريق جديد قادر انك مع تغير اداره فنيه، لكن كل ده كان بيتخطط له بشكل كويس. فلو ده لو قفلنا ملف الهاندبول نروح للباسكت، وهو بالنسبه لي فرقه الاكثر تميزا او الاكثر نجاحا على مستوى السيدات، العلامه الكامله 5 بطولات من 5 بطولات، بالنسبه للرجال محققين 4 بطولات من 6 بطولات. وهنا هنيجي نتكلم على نقطه مهمه كابتن، انه لو الفوز بدوري ابطال افريقيا او البال، وده ادى الاهلي رقم قياسي ما قدرش حد يحققه حتى الان، انه النادي الاهلي النادي الوحيد على مستوى العالم اللي هيشارك في كل بطولات كاس العالم في الالعاب الجماعيه المختلفه. يعني لو طبعا كده كده اليد لا اشتركنا اليد صح اليد يعني احنا كده كده الطايره معاد الطايره سوري دي الطايره اشتركنا 3 مرات اشتركنا قبل كده النهارده انا بتكلم على السنه دي. هو السنه دي احنا مش متاهلناش، لكن هو على مدار التاريخ مفيش نادي قدر يتاهل في الالعاب الجماعيه كوره يد سله طايره على مدار التاريخ في كل الالعاب دول في الاربع العاب. يعني لو مثلا اتكلمنا على اي نادي تاني، يعني كده كده مثلا برشلونه عنده هاند بول اتاهل لكاس عالم انديه كره القدم، اتاهل لكاس عالم انديه في كره اليد، من الانديه الكبيره في اوروبا في الباسكت، لكن ما عندوش فولي. مثلا لو رحنا هنا على المستوى المحلي، الزمالك قدر انه يتاهل في كاس عالم كره اليد، كره السله، كره الكره الطايره، لكن ما قدرش انه يتاهل في كرة القدم. فالنادي الاهلي هو النادي الوحيد على مستوى العالم دلوقتي اللي عنده انديته شاركت في كاس العالم الاندية. فموسم استثنائي، موسم استثنائي مش عشان انت كمان كسبت رقم 23 بطولة بس، لا انت كمان حققت بطولات غالية ليها تمن وليها حطتك في حتة تانية، وبقت خلت اسم الاهلي فعلا زي ما كريم كان بيقول ان اسم الاهلي بقى براند، بقى حاجة تقدر انها تتسوق عالميا، مش ان انت كمان بتقول انه الاهلي النادي الاكثر تتويجا على مستوى العالم في الالقاب او البطولات او النادي القرن الحقيقي او المسميات كتير، لكن اسم الاهلي لوحده اصلا بقى براند دلوقتي. بطولات كثيره جدا في السله زي ما احنا شايفين، في الطايره، في الهاندبول، في الطفره اللي كان بيتكلم عليها ناجي في البدايه، قال لك انه مجلس الاداره ابتدى من فتره. صحيح. كيف استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو يكون جيل مع جيل مع جيل مع جيل حتى يصل أنه تقريبا ياخد كل حاجة في هذا الموسم؟ أكيد يا كابتن، يعني مع طبعا في ظل وجود كابتن خالد العوضي في النشاط الرياضي. يعني في النشاط الرياضي كان في تخطيط واضح وتخطيط ناجح من بداية الموسم يا كابتن. بس عايز أقول لحضرتك على حاجة مهمة كابتن، يعني أنا اتكلمت عن 23 بطولة اللي حققهم النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي
يعتبر النادي الوحيد الأكثر تتويجا بالبطولات هذا الموسم. الحاجة المهمة جدا في النادي الأهلي اللي شفناها في الموسم اللي فات وهنشوفها في الموسم اللي جاي وهو الاعتماد على أولاده، العنصر الشباب. أما دي الحاجات اللي الناس عايزة تسمعها بقى. النادي الأهلي اعتمد في الموسم الماضي على عنصر الشباب، اعتمد على أولاده. النادي الأهلي عنده قطاع ناشئين ونشئات مميز جدا، قدر النادي الأهلي أنه يدعم الفرق. يعني يمكن النادي الأهلي لما بيدعم صفقات من بره بيدعم المراكز اللي هو محتاجها، لكن بيعتمد بشكل كبير جدا على أولاده. حتى في القطاعات أو الشغل الإداري في النادي الأهلي كان موجود أولاده، يعني مودي الجرحي كان موجود في قطاع الناشئين والناشئات الموسم اللي فات، قدر أنه يحقق العديد من البطولات أو اكتسح يعتبر كل البطولات في كرة السلة. الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله، قبل يعني مش عايزين نتكلم في الموسم اللي جاي قبل ما نتكلم عن الموسم، خلاص بس الموسم ده اللي فات، في عناصر برضو مميزه ولاد النادي الاهلي وخاصه يا كابتن في كره اليد. يعني كره اليد يمكن كان في ناس كتير جدا زعلانه من كره اليد رجال وان هم بيقولوا ان الفرقه ممكن ما تكسبش، لا النادي الاهلي قدر يحقق الدوري وقدر يحقق الكاس وقدر يحقق السوبر، وكنا قريبين من بطوله كاس الكؤوس. ودي الحاجه المهمه ان النادي الاهلي اعتمد على الشباب الصغير الناشئين اللي كانت عنده اللي هو هيبني بيها جيل في الفترة اللي جاية، فقدر النادي الأهلي يحقق 23 بطولة في الألعاب الجماعية، خسر 8 من 31. قدر ان هو يحقق في الألعاب الفردية، لو اتكلمنا عن الألعاب الفردية كابتن فالنادي الأهلي محقق العديد من البطولات ومكتسح، فدايما النادي الأهلي كان موجود على كل منصات التتويج. وهو ده قدر النادي الأهلي يا كابتن، ان هو ما بيلعبش غير على المركز الأول ودايما ما بيلعبش على غير البطولات، وجماهيره ما بتقبلش غير بالبطولات، وهو ده سر النجاح في النادي الاهلي. تغيير طبعا القيادات الفنيه او المدرسه الاسبانيه اللي كان الدكتور احمد ثابت اتكلم عنها، قدرت ان هي تنجح مع النادي الاهلي. يعني اجوست بصراحه هو انا مسميه الساحر، يعني جه مع النادي الاهلي اول موسم ليه قدر يحقق 5 بطولات، الموسم الثاني قدر يحقق 4 بطولات، ديفيد ديفيز اول موسم ليه مع النادي الاهلي يقدر يحقق الدوري والكاس، فده شغل واضح جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. قدر إن هو مجلس إدارة النادي الأهلي يوفر لكل الألعاب الجماعية والفردية من بداية الموسم علشان نشوف البطولات اللي احنا بنشوفها في النادي الأهلي دلوقتي. بما أننا بنتكلم عن هذه الإنجازات وهذه البطولات، خلينا نطلع نشوف رأي حضراتكم في هذه الإنجازات والبطولات اللي مرت على سنة تاريخية في النادي الأهلي. بالنادي دوت وتستحقوا الشكر دايما، ونقول لكم دايما من نجاح لنجاح ومن فوز لفوز. ما شاء الله ما شاء الله على اللاعبين، سواء كرة قدم سواء كرة باسكت سواء كرة يد السباحة، يعني ما شاء الله عليهم على حققوه في الموسم ده، الله أكبر عليهم. احنا نحب طبعا نشكرهم، ودايما هم في تفوق وده مش جديد عليهم، دايما مشرفينا. احنا عايزين نشكرهم، وموسم هايل بصراحة ويرد على طول، بقي انه ما يريحوش، يعني ان هو يكملوا على الطريقه دي، لان هو النادي الاهلي نادي بطولات. يعني في فريق كره القدم تقريبا خد كل حاجه، ما فيش بطوله ما خدهاش. لعيبه كان مستوى السنه دي رائع جدا، رائع برضو. الموسم دوت توج بكل البطولات او بمعظم البطولات، وده العهد اللي احنا منتظرينه من ابطال الصالات، واتمنى المزيد من النجاحات ان شاء الله. نوجه شكر لجميع لعيبه النادي الاهلي، ده سواء في فريق كره القدم او في الرياضات المختلفه اللي بصراحه شرفونا السيزون ده بالذات، سبيشالي بتوع الكوره، فريق الكوره. الخمس بطولات اللي حققناهم الحمد لله، مزيد بقى من التفوق احنا عايزين كده على طول، ده النادي الاهلي وده اللي محتاجينه وتوقعاتنا دايما. يعني بشكرهم طبعا كلهم على انجازاتهم اللي عملوها، وهم فعلا موفقين جدا، ومزيد إن شاء الله من التفوق ومن الإنجازات ومن البطولات. في منتهى السعادة بألعاب الصلاة ورجال ألعاب الصلاة وكابتن محمود الخطيب والمدربين اللي جابهم لألعاب الصلاة، من أحسن المدربين اللي في العالم برضو، وده بالنتائج مش كلام. والله لو رسالة هنوجهها للمجلس هي دايما هتبقى رسالة شكر، مجلس مجتهد، قيادة محترمة، فكر راقي، إنجازات كتيرة جدا جدا على المستوى أو على القطاع المحلي والعربي والإفريقي، بل بالعكس إحنا داخلين في العالمية في حاجات كتير قوي. والله إحنا بنشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وكل الأجهزة الفنية في الألعاب كلها، سواء كرة القدم، ألعاب الصلاة، كورة، طايرة، سلة، يد، كان مجهود كبير واللعيبة كلها تعبت في كل الألعاب خصوصا الكورة. الكلام على الصلاة طفرة كبيرة جدا بعد فترة ركود ونجاح، وده برضه يحسب الحقيقة للكابتن خالد العوضي، نعمل
تعويضات بلاعيبه ولاعبات مهمين جدا. الكره طبعا لا حدث ولا حرج يعني. بحب اقول لهم شكرا عشان المجهود اللي هم عملوه والبطولات الكتير اللي هم جابوها لنا. ده عهدنا دايما بالنادي الاهلي. نادي كبير ما شاء الله. اداره قويه، اداره منظمه، فعاليات عاليه جدا، دايما بيهتم باعضائه وبجماهيره، وان شاء الله مزيد من النجاح باذن الله للنادي والانتصارات. طيب سؤالنا اللي حضراتكم بتجاوبوا عليه على كل صفحات التواصل الاجتماعي، اي بطوله صعبه؟ فكريم كان بيقول لي، كان بيبص على السؤال قال لي الناس كلها مجاوبه سؤال اجابه واحده. بطوله افريقيا بس. طبعا اكيد بطوله افريقيا كانت اسلام كانت مختلفه وكان ليها مذاق مختلف، لان طبعا اكيد الهزيمه امام نفس الفريق المكسب تاني لا يعني نخسر بالمدير لما كسب الفاينل مننا السنه اللي فاتت، اكيد السنه دي كانت الناس كلها منتظره هذه المباراه، منتظره هذه المواجهه. صحيح. والامانه احنا السنه يعني الوداد طبعا فريق كبير، نادي كبير جدا طبعا، وعندهم لعيبه كويسه، وهم في الكوره المغاربه بصراحه في الكوره كويسين ممتازين جدا. طبعا ببارك لهم على انجاز منتخب السيدات في كاس العالم السيدات، بس احنا السنه دي كنا احسن من الوداد بصراحه، يعني سواء ذهابا او ايابا. واعتقد هدف عبد المنعم جه بشكل دراماتيكي. صحيح. واسلوب. طيب. خلى الفضل. عشان بس نستعرض الحاجات على او الاجابات لكل الجماهير، او زي ما كريم قال مختار قايد دي من على صفحه الفيسبوك، بطوله افريقيا، حازم بيقول دوري ابطال افريقيا، هيما الفقي بيقول دوري ابطال افريقيا، قول محمد او علي محمد بيقول بطوله افريقيا، يوسف علاء طبعا افريقيا كانت صعبه لكن الاهلي قد اي صعوبات، بشكرك جدا. خالد سامح اللي بيقول دوري ابطال افريقيا، بيتر بساعده بيقول دوري ابطال افريقيا، حمو الحرزاوي بيقول افريقيا، محمد عزت كعبيش بيقول افريقيا. خلينا نروح لانستجرام ونشوف برضو اجابات حضراتكم. واضح ان هي بطوله افريقيا طبعا، بس ما فيش صعبه على اعظم نادي في الكون. ايمن زهير بيقول دوري ابطال افريقيا، رانيا بتقول افريقيا طبعا، سبورتنج كهربا افريقيا، يسري بيقول افريقيا اكيد، يوسف محمد افريقيا اكيد. كمل انستجرام. شيماء مصطفى بطولة دوري ابطال افريقيا، محمود دوري ابطال افريقيا، لولا لولا دوري ابطال افريقيا، حمدي بيقول دوري الابطال اكيد افريقيا. روح لتويتر، اسامه سعيد 11 يعني طبعا افريقيا، محمد مرضي دوري الابطال افريقيا، حسين دوري ابطال افريقيا، كريم موسى بيقول بطوله افريقيا، منتصر محفوظ دوري ابطال افريقيا. اخر حاجه عندنا برضو في تويتر، احمد الجهري دوري ابطال افريقيا كانت رد اعتبار، ده الكلام اللي كان بيقوله كريم حالا، ما كانش ينفع نخسر البطوله للسنه الثانيه في نفس الفريق وعلى نفس الملعب. كمال عرفه ما فيش بطوله تستعصى على الاهلي يا اسلام، الاهلي وجد ليتوج بكل البطولات. ابراهيم ابو الوفا، افريقيا طبعا يا كابتن اسلام، اي فريق يستقبل 5 اهداف خلاص خرج من البطوله، هنا قصده على طبعا سان داونز، بس الاهلي معودنا ان الكوره ما فيهاش مستحيل، اهلاوي انا والفخر ليا، كلنا اهلاويه والفخر لينا. بطولات الخمس بطولات لما تيجي تتكلم عنهم يا كريم هتلاقي ان تطور اللاعبين هو اللي وصلنا لكده، هو اللي وصلنا. كان هناك بعض الشك في الناحيه الهجوميه مثلا، ولكن احنا اتكلمنا عن الارقام لما كان احمد ثابت بيتكلم ان الارقام عاليه جدا في النواحي الهجوميه، ولكن التطور الواضح في وجود مدير فني يعرف كيف يطور اللاعبين هو السبب الرئيسي وجهه نظري. نعم. في اللي احنا وصلنا. تعال اثبت كلام حضرتك بالارقام برضو من بطوله الدوري، بالنسبه لي واحده من النقط كان فيها تحول شديد في السنتين اللي فاتوا للسنه دي، لو معانا ارقام الارقام الجماعيه للفريق ككل في بطوله الدوري الممتاز، لو ممكن نستعرضها ونشرحها ببساطه ونبين قد ايه مارسيل كولر فعلا خد فرقه النادي الاهلي من
من حته لحته بكل امانه. الارقام كلها على مستوى الفريق ككل من يعني احد مصادر الاحصائيه الكويسه جدا في النقطه الرسم دي. الرسم البياني؟ نعم لهم الرسم البياني. مش الرسم البياني، لا في معانا في كده ارقام كامله احنا كنا بالظبط. النادي الاهلي كابتن اسلام دي ارقامه في بطوله الدوري الممتاز. النادي الاهلي محقق 74% فوز من مبارياته. بشكل عام. بشكل عام. 24% للتعادلات و3% هو الهزيمه الوحيده اللي خدها قدام بيراميدز. الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي في مبارياته الاجماليه 2 1.9 يعني هدفين، ده رقم كبير جدا. طيب الاهداف المتوقعه في مرمى النادي الاهلي ربما تقترب من الواحد، وده طبعا رقم كويس. طيب في السكور في في قصدي 0.3 ده الاهداف اللي هي اللي احنا ممكن نستقبلها. الاهداف برضو المتوقعه بنتكلم على 1.8 هو برضو يقترب من هدفين. افريج اهداف النادي الاهلي في المباراه الواحده 2.2، ده رقم كبير جدا في بطوله محليه المفروض يكون فيها تنافس كبير. كلين شيت 68% من مباريات النادي الاهلي، يعني اقصى من 50% طلعنا كلين شيت. طيب نسبه الاستحواذ في مباريات النادي الاهلي كل ال 34 مباراه اللي لعبها في الدوري 57%. النادي الاهلي بيسدد في المباراه الواحده ما يقرب من 14 تسديده. طيب نسبه الفاولات اللي بتتحسب على النادي الاهلي 11 اللي بيتحسب ضده 10. بنتكلم على تطور كبير جدا، كل الارقام تقريبا ايجابيه للنادي الاهلي. معانا برضو صورتين لتوقيتات اهداف النادي الاهلي اللي بيسجلها واللي بيستقبلها، ونشوف ازاي مثلا اهو مثلا كل 15 دقيقه. تعال نبص كده على اول شوط، هنلاقي النادي الاهلي في اول ربع ساعه احرز 13% من اهدافه. من الدقيقه 16 للدقيقه 30 احرز 19% من اهدافه. من الدقيقة 31 للدقيقة 45 احرز 17% من اهدافه، يعني انا اعتقد 17 و19 ادي حوالي 36 وكمان 13 ادي حوالي 49، يعني 50% من اهداف النادي الاهلي بيتم احرازها بس. نعم؟ في التوقيتات الحاسمة يعني. وفي الشوط الاول كمان. تعال بقى نكمل كمان يا ناجي ونبص على الشوط الثاني، تلاقي ان حتى النادي الاهلي برضو اللياقة البدنية مكملة معاه، ان يعني من 46 60 ومن 41 75 بيسجل 16. تعال بقى من 76 90 بلس 90 بتاع الاهلي 19 لا 19 ده يبين لك قد ايه ان ده واقف على رجلك وقادر انك تكمل. برافو عليك. ان انت السنه دي الحاله البدنيه بتاعتك مخلياك تلعب كل كوارتر بنفس تقريبا بنفس المستوى. طب تعالى نبص على الاهداف اللي احنا استقبلناها برضو بنفس التوقيتات كل ربع ساعه. نبص النادي الاهلي في اول ربع ساعه استقبل 8% من الاهداف اللي تم استقبالها، اقصى مده عندنا في وجهه نظري اخر ربع ساعه في كل شوط. ليه؟ بتبقى انت على يقين النتيجه مريحه ليك، ما عندكش ازمه، جبت جون واثنين خلاص هم دي. لكن تعالى بص التركيز، اول الشوط الثاني صفر، النادي الاهلي بينزل الشوط الثاني من 46 60 في الدوري، بيكافئ الدوري فقط، صعب جدا انك تحصل فيه اهداف. ليه؟ قمه التركيز من اللعيبه، من 61 ل 75 8% ومن 76 90 بتبقى ممكن برضه الاهداف زي ما قلت انت متقدم بثلاثه واربعه زي ما كان احمد سيد بيقول، فبالتالي مرماك بيستقبل هدف او اثنين. فكل الارقام يا كابتن اسلام بتثبت اللي حضرتك قلته في السؤال، ان في طفره للنادي الاهلي مع مارسيل كولر، واكيد لو ثابت اتكلم بقى على اللعيبه كافراد برضه الارقام الايجابيه دي هتنعكس عليك. بما اننا بنتكلم عن هذه الخماسيه التاريخيه، خلينا نطلع نشوف تقرير عن الاهلي بينهي الموسم بخماسية تاريخية. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية. تصدق حصل مشكلة كبيرة جدا والامور ماشية بشكل كويس. قبل ما هنتكلم عن العاب الصلاة يا احمد، عندك بعض الارقام الخاصة بفريق كرة القدم. خلينا الاول بس طبعا نقدم التحية برضو للكابتن محمود الخطيب على الموسم اللي قدمه، موسم بصراحة اخذ بعض القرارات اللي لازم برضو نشير ليها. اول حاجة فترة تبدأ فترة الراحة دي جدا للعيبة وللراحة اللعيبة، وان انت تعمل ريفريشمنت كويس. الحاجة التانية في خطوة مهمة جدا ما ينفعش ننساها، وهي نقل المباريات لاستاد القاهرة. الخطوة دي في شهر مارس كانت مهمة جدا، وأثرت يعني أدت إلى تحول في موسم النادي الأهلي بعودة الجماهير، وبرضه كان بناء على رغبة مارسيل كولر، يحسب برضه لمارسيل كولر. صحيح. عودة جماهير الأهلي
السنه دي بالاعداد اللي هي ال 50 وال 60 الف دي ما كناش بنشوفها، دي ما كناش بنشوفها، ما شفناهاش غير السنه دي في استاد القاهره، ماتش الهلال السوداني، ماتش الرجاء، ماتش الوداد المغربي. طبعا يعني ده جماهير الاهلي كانت كلمه السر في عوده الانتصارات وعوده الروح مره ثانيه. لجنه الجماهير برضه خلي بالك. وايه؟ لجنه الجماهير. اه طبعا لجنه كانت مهمه جدا ان انت ترجع، احنا من زمان كان نفسنا الاستاد يرجع بالشكل ده، فيحسب برضه المجلس اداره النادي الاهلي الحالي ان هو قدر ان هو يعني يحارب على الموضوع ده، وان انت تزود اعداد الجماهير، فدي حاجه تحسب لهم. بالنسبه للموسم، اللعيبه اللي مقدمه موسم كويس جدا، في خمس لعيبه طبعا كل اللعيبه تستحق التحيه على الموسم ده، ولكن بالارقام افضل خمس لعيبه ساهموا في اهداف هذا الموسم، رقم واحد لو نستعرض الاحصائيه اللي هي اكثر اللاعبين مساهمه في اهداف مع النادي الاهلي في جميع البطولات هذا الموسم، اول لاعب علي معلول. علي معلول هو اكثر لاعب ساهم في اهداف السنه دي، بالمناسبه هو لعب 48 مباراه وده رقم كبير جدا، اعلى ارقام علي معلول، فده دليل على التحسن البدني اللي كان كريم بيتكلم عليه. سجل 11 هدف وصنع 16، يعني ساهم في 27 هدف. علي معلول السنه دي في جميع البطولات مساهم في 27، رقم واحد. رقم اثنين حسين الشحات، لعب 40 مشاركه، سجل 10 وصنع 13، يعني مساهم في كام؟ مساهم في 23 جول. يبقى ده رقم اثنين حسين الشحات. رقم ثلاثه كهربا، رغم ان كهربا بدا من نص يناير كمان مشاركه مع النادي الاهلي، لعب 32 مشاركه وهو اقل واحد فيهم لو نلاحظ في عدد المشاركات، يعني معلول لعب 48، الشحات 40، بيرسيتاو 42، شريف 49، فكهربا في 32 مشاركه بس سجل 15 وصنع 5، ساهم في 20 جول مع النادي الاهلي. نيجي بعد كده لبيرسيتاو، بيرسيتاو لعب 42 مشاركه، سجل 9 اهداف، صنع 7، ساهم في 16 هدف. رقم 5 محمد شريف، لعب 49 مشاركة طبعا أغلبهم كبديل، كان بينزل بديل أكتر، سجل 11 جون ما صنعش ولا جون، يعني ساهم في 14 هدف. فلو جيت استعرضت التشكيلة المثالية للنادي الأهلي السنة دي هتلاقي إن لازم تحط الخمسة دول في التشكيلة المثالية للنادي الأهلي. صحيح. رقم 1 طبعا هيبقى لو استعرضنا التشكيل المثالي، رقم 1 طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي. دي التشكيلة اللي هي تعتبر كانت قدمت موسم كويس جدا، اللي احنا كنا بنعتمد عليها في مباراة الرجاء، في مباراة الوداد، في كل المباريات. في حراسة المرمى محمد الشناوي، الاثنين المساكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، وانا بعتبر ان ياسر ابراهيم واحد من اكتشافات الموسم ده من مارسيل كولر، لان كان محمود متولي اللي بيبدا، ياسر ابراهيم لما بدا واخد اثبت نفسه بصراحه ويستحق ان هو يتواجد في التشكيله المثاليه. محمد هاني يعتبر افضل باك يمين في مصر حاليا. علي معلول لسه متكلمين ان هو اكتر لاعب مساهم في اهداف 27 هدف والسنه السابعه مع النادي الاهلي. الثلاثه الارتكاز مروان عطيه، وانا بعتبره افضل صفقه عملها السنه دي النادي الاهلي في الميركاتو سواء في الصيف او في الشتاء، هو مرعون عطيه. الاثنين اللي قدامه اليو ديانج وحمدي فتحي، الاثنين قدموا موسم كويس، وكان الثلاثه الارتكاز دول لما كانوا بيبقوا موجودين بصراحه كنا بنبقى مطمنين في اي مباراه. الثلاثة اللي قدام هم برضو موجودين في قائمة الأكثر مساهمة في أهداف، سواء كهربا، سواء بيرسيتاو، سواء حسين الشحات. فدي التشكيلة اللي احنا كنا معتمدين عليها على مدار الموسم، فهي بصراحة يستحقوا التحية كلهم يعني. طيب دي كانت التشكيلة من وجهة نظر أحمد ثابت. نطلع نشوف انفوجراف عن 23 بطولة في ألعاب الصالات. We'll be right back.
23 بطولة محمد، نبدأ بالهاندبول. الهاندبول نجاح كبير جدا الموسم ده تحديدا، الأكثر نجاحا وجهة نظري، لأنه كنا في حتة الحقيقة بعيدة خالص خالص. بعد 4 سنين إخفاق يا كابتن دوري، الأهلي مش واخد على كده، كان صعب جدا، في لعيبة كتير جدا يعني من اللعيبة اللي كانت موجودة في الفريق، اسلام حسن، ابراهيم المصري، لعيبة تقيلة ولعيبة كبيرة ولعيبة ليها تقل في المنتخب، فمش واخد على انها تخسر على تفاصيل صغيرة. صحيح. احنا خلي بال حضرتك، احنا خسرنا الدوري 4 سنين متتالية، بس كان لغاية اخر صفارة انت ممكن تاخد الجيم وتاخد المباراة. ده الموديل اللي كان بيجنن، ده اللي كان جيب لك جلطة اكتر. لكن مثلا على عكس السنة دي، احنا الماتشين اللي احنا كسبانين فيهم الزمالك، انت كسبان بأريحية تماما، كسبان فرق 4 فرق 5 المباريات، ده التطور اللي حصل. فانت برضه كان في فجوه سنيه، يعني الاهلي صبر على اولاد صغار على جيل. دي حقيقه، كان الزمالك كان عنده مشكله، اللعيبه الكويسه اللي عنده كبر السن. ده حقيقي. اشتغلت بس كان في قرار جريء جدا، انت بدات الموسم بدانيال جوردو مدير فني اسباني، بعد المشاركه في دوري ابطال افريقيا اتخذ قرار خلاص الراجل ده فترته انتهت، فكفايه يعني احنا هنبدا. شاركت في كاس العالم للانديه او بطوله العالم للانديه سوبر جلوب بكابتن احمد سالم وكابتن محمد ابراهيم، وحققت المركز الرابع في انجاز تاريخي، انك تكون اول نادي افريقي وعربي يفوز على نادي اوروبي هو نادي بنفيكا. فكان يعني تطور مهم جدا، وكان دي بدايه انه انك توصل رساله لكل الناس، لعيبتك اولا ولجمهورك وللعيبه المنافسين، انه لا الاهلي يستنوه، السنه دي هتكون الدنيا مختلفه، الامور هتكون. كان اكبر تحدي انك تقدر تكسب اول بطوله، مجرد ما هتكسب بطوله انا كنت متاكد ان الاهلي خلاص هتدين لي السيطره، الامور هتبقى ليها شكل ومنحة تاني خالص. قدرت انك تفوز بالدوري، قابلت الزمالك بعدها باسبوع في قبل نهائي كاس مصر، قدرت انك تفوز على الزمالك وتخلص الكاس قدام سبورتنج فرق 10، يعني مش كسبان حتى بجون ولا بجونين فرق، انت مخلص سبورتنج فريق قوي جدا وفريق مميز. يعني خلي بالك كمان الفروق السنين الجايه في الهاندبول هتكون مش اهلي وزمالك بس، يعني السنين اللي فاتت كان طبعا اسكندريه، يعني اسكندريه مميزه في كره اليد وتنس الطاوله، نادي الاولمبي ده اكيد، سبورتنج الاولمبي، السبورتنج دلوقتي يعني انا بتفرج على منتخب مصر للناشئين الولاد الصغيرين اللي هم مواليد 2004 19 سنه، فيهم اكتر من لاعب مميز جدا في نادي سبورتنج، ولاعيبه كتير، اعتقد بعد سنتين ثلاثه هتكون الخناقه على ما بين الاهلي والزمالك عليهم. فلازم متابعه برضو للعيبه دي، لان فيهم لعيبه كتير مميزين. لكن انت دلوقتي ستيل يعني بنتكلم دلوقتي انه حتى الراجل ديفيد ديفيز مش عايز صفقات جديده، اتعرض عليه اسماء كتير جدا جوه السوق، الراجل اكتفى بالتدعيمين الاثنين اللعيبه اللي تم التدعيم بيهم، وقال انا خلاص انا هقدر ان انا هسافر بلعيبتي، وقدر ان هو خلاص احنا اوريدي الفرقه دلوقتي موجوده في سلوفينيا عندها معسكر خارجي استعدادا بعد كده بوستر بعديها بقى نشارك في بطوله كاس الابطال، كنا بنتكلم فيها انا ودكتور احمد ان فيها انديه كتير مميزه على مستوى العالم هتكون موجوده، لانهم بالنسبه لهم تحضير برضو للموسم بطوله وديه، لكن فيها انديه قويه جدا. يعني على مستوى السيدات الفوز او استعاده بقى الدوري والكاس مره ثانيه، كان عندنا دروب حصل في السنين اللي فاتت، ان كان في تغيير بقى لعناصر كبيره، ناس بتبطل، ناس عندها ظروف اسريه، ناس اتجوزت وعندها ظروف فمش قادر انها تكمل، لكن تم تدعيم بشكل كبير جدا بمجموعه كبيره من عناصر مهمه موجوده، بالاضافه ان انت صعدت لعيبه كتير من عندك من قطاع الناشئات ثبتوا مستواهم وقدروا انهم يكونوا ند قوي جدا كمان في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. احنا في البطوله ما خسرناش غير من فرقتين انجولا بس، وبامانه يعني يا كابتن عشان الواحد فرق يكون كبير. لا 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 فرقتين انجولا دول ممكن يخلصوا الجيم مع الفرق الرجال بتاعتنا، يعني الامور تكون يعني متساويه يعني. لا 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 امور صعبه جدا يعني، على المستوى البدني، على المستوى الفني، على المستوى الذهني، لا في حته ثانيه خالص. طيب. لكن احنا الامور حتى كانت قريبه بيننا وبينهم يعني. طيب عموما بما اننا بنتكلم، طبعا احنا عملنا مع النجم الكبير ومدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، هو معانا على التليفون طبعا دلوقتي. يا كابتن خالد ازي حضرتك؟ زي الفل يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اخبارك انت؟ كله كويس والله الحمد لله، كله زي الفل يعني.
الاستاذ محمد ناجي والاستاذ احمد رشاد والاستاذ كريم سعيد والاستاذ احمد سليم عليهم كثيرا جدا جدا جدا، حاجه رائعه يعني. يعني احنا النهارده بنحتفل مع جمهورنا بعدد البطولات 23 بطوله في العاب الصالات الحقيقه وفي وبقيه الالعاب، وبالتالي يا كابتن خالد كل التحيه وكل التقدير. احنا عملنا مع حضرتك حلقه طبعا يعني كانت الحقيقه من احلى الحلقات ومن اجمل الحلقات اللي اتعملت في البيت الكبير، ولكن في النهايه يعني خلاص كل حاجه خلصانه وكل الناس بتاخد اجازات، بالعكس انت بتبدا بقى الموسم. او بالفعل كابتن خالد بالمناسبه يا جماعه ما خدش اجازه، يعني مش زي بقيه الناس. كابتن خالد قاعد كل ما اكلمه طب معلش اسلام نص ساعه وكلمنا يكون بيخلص حاجه وما بيقوليش هو بيخلص ايه، بس مفيش مشكله طالما في الاخر هتقول الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع في الوقت يعني طبعا اللي بيتحددوه، فاحنا بنبقى سعداء جدا. فانا عارف ان الشغل كتير قوي يا كابتن خالد، ولكن البطولات بتاعت السنه اللي فاتت مسؤوليه كبيره جدا لما هو قادم. بص يا كابتن اسلام، طبعا بشكرك على الحلقه اللي حصلت، وبشكرك على كل حاجه ودعمكم الكبير في قناه الاهلي، وكل جمهور الاهلي بشكره جدا جدا، وبشكر مجلس الاداره على دعمه للفرقه الرياضيه في النادي الاهلي. لكن فعلا الموسم السنه دي صعب جدا جدا جدا، هتكون اصعب موسم تقريبا على النادي الاهلي. نعم. بعد كم الانجازات الكبيره اللي حصلت السنه اللي فاتت، الناس منتظره اكتر، والناس مش طالبه خساره، واحنا نفس الكلام، كل المديرين القانونيين عندنا وكل رؤساء الاجهزه وكل الناس وكل الاجهزه المعنيه البطولات وبالذات الالعاب الجماعيه كلهم لا يكلوا لا يملوا، كلهم بيطلبوا الزياده وكلهم عايزين يبسطوا جمهور النادي الاهلي ويجيبوا له بطولات اكثر واكثر. اتمنى ان هم كلنا نكون على قدر المسؤوليه السنه دي، السنه دي مسؤوليه صعبه، محدش يرضى ان احنا نخسر ماتش، محدش يقدر ان احنا نخسر بطوله، وخساره اي بطوله حققناها السنه اللي فاتت عندنا مشكله كبيره. احنا مقدرين ده وعارفين ده كويس، واعتقد ان كل الناس شغاله على قدر رجل واحد، الناس تقدر يعني جمهور الاهلي اخر يكون مبسوط بفرقه الجماعيه عندنا في النادي، وكل الالقاب وكل الالعاب الفرديه كمان، وكل الناس بقت متابعه كل حاجه عندنا. فالحمد لله باذن الله تعب السنه باذن الله، او تعب الشهور اللي انت بتقول عليها احنا ما ريحناش. ما اعتقدش ان في مدير فني عندي ريح لغايه وقتنا هذا، ولا لعيب ولا اي حد، حتى لعيبتنا لما ريحوا راحوا منتخب مصر. فيعني ان شاء الله باذن الله هيكون موسم باذن الله على قدر المسؤوليه وعلى قدر النادي الاهلي باذن الله، وباذن الله هيكون يرضى جماهير النادي الاهلي. نتمنى التوفيق وأتمنى دعواتكم بينا عشان نقدر نعدي الموسم الجديد باذن الله. انا عايزك بس تطمن جمهور النادي الاهلي على يعني كل الالعاب طبعا، ولكن الطائره تحديدا. بص يا كابتن اسلام، انا بس عايز اقول لكم انا قاعد في المكتب ومعايا كابتن اسلام. خلي بالك انا عارف بعض الامور بس انا مش عارف اتكلم، يعني انا مش ما بيخلينيش اتكلم. يعني انا بتكلم بصراحه شديده. اتفضل. طمنوا على كل حاجه، احنا عندنا مجلس اداره بيدي سبورت لكل حاجه. بقول لك انا لسه قاعد انا وكابتن ابراهيم فخر الدين دلوقتي برضو على موضوع الطائره سيدات، بناخد وندي مع بعض الكلام، وبنشوف احسن وسيله للبنات اللي نقدر نطلع بيها من نتيجه كويسه. نعم. باذن الله باذن الله اذا كانت الطائره اللي جايه خاصه المدير الفني الاسباني هيوصل باذن الله في اول في كمان يومين بالظبط، وباذن الله هيبدا شغله على اخر الشهر، لان انت عارف الطائره عندنا كاسات عالم وعندنا في بطولات كثيره جدا لفرق الطائره، فهنبدا في 11 تركيزه شويه متاخر. لكن اللي انا بطمنه ان احنا اي مدير فني عندنا في النادي او اتواجد اي راجل كابتن مدير فني في نادي الاهلي طلب او بيطلب طلب نقدر نلبيه له هندسي. مجلس الاداره مش بيتاثر عن اي حاجه، وباذن الله اللي جاي باذن الله هيكون احسن. وفي كل العاب الطايره باذن الله عندنا كابتن ابراهيم فخر الدين مدير فني كبير، طبعا مش محتاجين نتكلم على مين كابتن ابراهيم فخر الدين، راجل اسباني اللي جبناه نفس الكلام عنده انجازاته، فان شاء الله باذن الله هيقدروا ياخدوه وهيقدروا يبسطوا جماهير النادي الاهلي ويحط النادي الاهلي في المكانه المضبوطه ليه. وتاني هقول واكرر، النادي الاهلي السنه ما خسرش، النادي الاهلي خسر بطوله كاس في سيدات البولي، والناحيه الثانيه خسرنا دوري وكاس. الناس زعلانه، لكن بقول برضه ان فرقنا طلعت بنتائج كويسه السنه اللي فاتت، لكن ان شاء الله هيكون على قدر طموح الجماهير وعلى قدر طموح اللي احنا عايزينه ان احنا نكسب الدوري والكاس باذن الله، نرجعه للماسترز والكل عارفين مين الماسترز في مصر وهو فرقه الطايره في النادي الاهلي. كابتن خالد يعني انا مش هطول معاك، ولكن هل محتاج ان انت تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير؟ الصفقات اللي لانه خلي بالك احنا في النشاط الرياضي دلوقتي الناس بتسالني زيه زي الكوره، طبعا انت واصل لك الموضوع، ولكن انا بالنسبه لي ما بعرفش اقول حاجه، لكن اكيد انت بيوصلك ان جمهور النادي الاهلي بيسال في النشاط الرياضي وفي العاب النشاط الرياضي سله وطايره وكل الالعاب بيسالوا زيهم زي الكوره بالظبط دلوقتي.
انا طبعا هقول اعتمد جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كان متخوف ان يحصل بعض تقليل النفقات او تقليل الامور في تخفيض حاجه معينه في لعبات المحترفين او كده. الكلام ده ليس يوجد له اساس من الصحه. اي مدير فني يطلب من النادي الاهلي اي طلب هيتنفذ له في التو والحال، واكيد بنطلب منه ان احنا نجيب الناس اللي هو المحترفين على قدر النادي الاهلي، هو ده طلب النادي الاهلي الاساسي. لكن احنا ولا هنوفر ولا هنعمل لحب النادي الاهلي في جمهور النادي الاهلي، بنقول له الصبر. عندنا ناس محترمه جدا مديرين فنيين على قدر المسؤوليه، يحسبوا حساباتهم مظبوط، وان شاء الله باذن الله اخر السيزون هتتفرج الناس باذن الله هتتفرج كله كويس، يقدروا يسعدوا جماهير النادي الاهلي. كل المنظومه دي شغاله، وساعات جمهور النادي الاهلي الكبير في العالم كله مش في مصر بس، وانت عارف قد ايه وقدر جمهور النادي الاهلي عندنا في قلوبنا. فنقول له ادعوا لنا وعشان ربنا يكرمنا، وباذن الله المحترفين هيوصلوا قريب جدا، وهبتدي نعلم الاسبوع الجاي عن محترفين في كل الالعاب. انا عارف الناس نفسها الملف ده كان خلص قبل كده السنه اللي فاتت سريعا جدا، والناس كلها شايفه ان احنا متاخرين. اطمنوا احنا مش متاخرين خالص، احنا انجزنا، نادي الزرع انجز حاجات ولسه في حاجات هننجزها، لكن ان شاء الله باذن الله على يوم مثلا 15 20 هيبتدي نعلن رسميا عن مين المحترفين اللي متواجدين في النادي الاهلي باذن الله في السيزون الجديد. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد، وعارف ان انت عامل مجهود كبير جدا، حضرتك ممثل لكل المجموعه اللي موجوده سواء اجهزه فنيه في كل الالعاب وكل حاجه، فانا بشكرك جدا جدا يا كابتن خالد على كل هذه الامور. طيب قبل بس ما نروح لاحمد رشاد ونساله عن السله، خلينا نطلع نشوف لقاءات مع لاعبي النادي الاهلي رجال اليد، نطلع نشوف هذه اللقاءات ونرجع نكمل. Yeah, well, this season it's better because. بالنسبة له الموسم ده يبقى أفضل، لأن هو بدأ من بداية السيزون اللي فات هو جه في نصه، فدي تبقى أحسن له، إن هيدينا قوة أكتر، يبقى في تفاهم أكتر. بالنسبة له إن شاء الله السيزون ده يبقى أفضل يعني. الأهلي والزمالك في القطاع الناشئين بيبقوا في طول الفترة بتاع القطاع الناشئين بيحاولوا يستقطبوا أفضل لاعبين، لكن في الأول وفي الآخر برضه السوق محدود والاختيارات ضيقة جدا. دايما بيحب يقول إنه هيبذل أقصى حاجة، أو التارجت بتاعنا ان احنا نعمل الماكسيمم واقصى حاجه عندنا. ما اقدرش اقول ان انا هكسب كل حاجه واكسب ايه واخسر ايه، لكن اللي يقدر اللي في ايده انه يقدر يقول انه هيعمل اقصى حاجه عنده. اوحش حاجه في التوقعات او التوقعات العاليه، يعني انت عندك مثلا جوه مصر عندك ثلاث بطولات، الكاس والدوري وبطوله السوبر. قال لك لو انت حاطط في توقعاتك انا لازم اكسب الثلاثه، لو حصل وكسبت اثنين يحصل لك احباط، وده في التحليل بتاع اداء الفرق او كده ده مش حاجه صح يعني. فالطبيعي حاطط في دماغك ان انت تكسب كل حاجه، لكن اللي في دماغك اكتر ان انت تبذل مجهود في كل حاجه. احنا عارفين احنا الاهلي ولازم نحارب على كل بطوله، وده اللي احنا بنعمله جوه الملعب وبره الملعب. To try to bring the trophies to the club and then we will see. احنا بادئين بقى لنا ده الاسبوع الثالث، شغالين صحو وقت الظهر، وفي نعتبر في اخر مرحله من نص البري سيزون او فتره الاعداد. ان شاء الله هنسافر يوم السبت معسكر اعداد في سلوفينيا، هنلعب في ماتش واحد، وبعد كده رايحين البوسنه، عندنا بطوله قويه جدا فيها برشلونه وكيلسي ومونبلييه ويورو فارم، فرق من الفرق المصنفه عالميا يعني. فان شاء الله يبقى فتره اعداد قويه لينا، والناس توصل للفورمه بتاعتها في اقرب وقت يعني ان شاء الله. بنشكر كل اللعيبه اللي كانت معانا السنه اللي فاتت، وبنتمنى ان شاء الله اللعيبه اللي دخلت على الفريق السنه دي تكون عند حسن ظن الجمهور والاداره والفرقه يعني. ان شاء الله كل واحد بيموت نفسه في التمرين، والدنيا ان شاء الله ماشيه كويس يعني. اتمنى ان بس ربنا يبعد عننا الاصابات والمصابين يرجعوا لنا، وان شاء الله تبقى الدنيا حلوه يعني. احنا ربنا كرمنا وكسبنا السنه اللي فاتت بطولتين مهمين او ثلاث بطولات مهمين، عارفين ان احنا محطوطين تحت ضغط ان احنا لازم نكسب كل حاجه. لكن زي ما كنا بنتكلم مع او ديفيد كان بيتكلم واحنا بنتكلم دايما، ان الهدف مش ان انت تكسب، الهدف ان انت تقاتل على كل حاجه والمكسب هيجي بعدين، لكن الاول القتال سواء في التمرين او بره التمرين في عاداتك اليوميه، وان شاء الله المكسب بيجي بعد كده زي ان شاء الله ما حصل السنه اللي فاتت يعني. الفريق ماشي بخطه ثابته يعني، ماشيين بنظام السنه دي جديد شويه علينا كلنا. بدانا هاندبول من اول اسبوع، من اول يوم احنا في الاسبوع الثالث تقريبا دلوقتي، ويعني المدير ديفيد ما مدير فني مقسمها اسابيع، ثلاث اسابيع في القاهره، وبعد كده اسبوعين في معسكر خارج مصر، هنلعب ماتش او ماتشين في سلوفينيا وتمارين كتير، وبعد كده هنروح البوسنه
هنلعب فيها بطولة قوية جدا، فيها برشلونة وفيها يورو فارم وفيها مونبلييه، ماتشات جامدة جدا. وهنخلص وبعد كده هنرجع، هيبقى ناس لنا تقريبا 10 ايام في القاهرة، ونبدا اول ماتش في السيزون ان شاء الله 1/9. في عناصر كتير جديدة بلس ناس كانت مش موجودة السيزون اللي فات، كانت اصابات زي مثلا فوكس زي لاشين، وفي اثنين متصاعدين هم 2002، وفي اثنين او ثلاثة جداد راضي ونبيل ومجدي. فالفريق يعني تقريبا اقل من نصه بشويه، الناس اول مره تتمرن معانا. بس زي ما قلت لك السيستم بتاع الراجل، ومن اول يوم بدانا هاندبول، فيعني اكنهم بيتمرنوا معانا بقالهم فتره، فما فيش مشكله، وان شاء الله يبقوا اضافه لينا كويسه جدا السنه دي، ونكمل على الموسم اللي فات ونحقق بطولات اكتر الموسم اللي فات ان شاء الله. الحمد لله الموسم اللي فات كان موسم الحمد لله مليء بالانجازات، كان فيه شويه دروبات كده في الاول، بس الحمد لله ربنا كرمنا قدرنا ان احنا ناخد الدوري والكاس، وكان الاشتراك في بطوله افريقيا كانت هنا في النادي، وحققنا ميداليه برونزيه، وده طبعا يعتبر انجاز للبنات، وان هم يشدوا حيلهم، وربنا يوفقنا في اللي جاي ان شاء الله ونعمل اكتر حاجه يعني. بالنسبه للموسم اللي جاي ان شاء الله، احنا طبعا بنستعد لبطوله افريقيا في الكونغو، ويمكن دي يمكن استعداداتها قبل بطوله الدوري. متطلب مننا ان احنا نشتغل شغل عالي جدا وشغل مجهود طبعا مع كابتن محمد عادل مدير الفني للفريق، وربنا يكرمنا ان شاء الله يعني تبقى فتحه خير لبطوله افريقيا، ونعمل زي ما عملنا البطوله اللي فاتت، ونكمل المواسم اللي جايه ان شاء الله الدوري والكاس كده، وربنا يكرمنا في اللي جاي كله باذن الله. بدانا فتره بتاعتنا من اول شهر 7، وقدرنا ان احنا طبعا في اعداد بدني لحد دلوقتي، بنركز على اعداد البدني بالنسبه للبنات، عشان طبعا كان في فتره اللي هي بعد بطوله افريقيا كانوا قاعدين، فمركزين دلوقتي على حته بدني مع دخول الهاندبول، وتظبيط طبعا بعض الحاجات اللعيبه اللي بقى لهم فتره كانوا قاعدين طبعا بعد الدوري، فده اللي هو يمكن مركزين فيه خلال الاربع اسابيع اللي جايين دول. ده الاسبوع الثالث بتاعنا، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله برضك نفس الكلام في شغل بدني، فمدخلين البدني مع الهاندبول، بنحس يبقى في توازن بين الاثنين مع بعض، اللي بقى بدني وهاندبول، مع البنات ما تنساش الهاندبول، وفي نفس الوقت يبقى البدني بتاعهم كويس. معانا طبعا بقول لكابتن عادل، كابتن حسام طبعا مخطط الاحمال، وطبعا الجهاز الطبي قايمين على وجه كويس جدا يعني. الموسم اللي فات كان صعب جدا، احنا تعبنا جدا وتمرنا كتير قوي، بس الحمد لله ربنا كرمنا بطوله الكاس والدوري وبطوله افريقيا، برده كنا بنعمل معسكرات كتير داخليه، كنا بنتمرن كتير جدا، والحمد لله ربنا كرمنا مركز ثالث. كان نفسنا ناخد البطوله، كانت على ارضنا، وكان نفسنا ان احنا نلعب فاينل، بس ربنا يعني ما اردش كده، بس الحمد لله خدنا ثالث. ان شاء الله الموسم ده عندنا افريقيا ان شاء الله 26/9، احنا حلمنا ان احنا ان شاء الله نلعب فاينل فيها باذن الله، وبرده نفضل برده ابطال الدوري وابطال الكاس ان شاء الله يعني محلي. يعني استعداداتنا السنه دي اقوى بكتير من الموسم اللي فات، لان احنا السنه دي بادئين بافريقيا شهر 9، الدوري لسه في شهر 10، فاحنا يعني بنتمرن جامد جدا عشان خاطر احنا نبدا بافريقيا، فبطوله قويه جدا يعني، هو ده دلوقتي هدفنا يعني افريقيا اللي في شهر 9، وبعد كده باذن الله بقى نفكر بقى في الدوري والكاس. طبعا صعوبه السيزون اللي فات ان احنا كنا خارجين من خساره، فكان عندنا طبعا تحدي ان احنا لازم نرجع ناخد البطولات كلها، فالحمد لله خدنا الثنائيه المحليه، وكان عندنا بقى بعديها برضو شويه طموحنا عالي ان هو لا افريقيا دي يعني عايزين نعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، والحمد لله برضو ان احنا خدنا تالت افريقيا على ارضنا، ودي كانت اول مره في التاريخ، فدي حاجه كلنا بنفتخر بيها ومبسوطين بيها، فهي تقريبا كانت احسن ختام يعني السنه اللي فاتت الحمد لله يعني. احنا بادئين بدايه قويه جدا، تمارين فعلا كلها يعني تمارين، يعني احنا بادئين هاندبول بدري وبادئين فتنس بشكل قوي قوي يعني، حتى يعني مش زي كل سيزون اللي هو احنا بنبتدي براحتنا الدنيا بتريح مش عارفه ايه، لا احنا واخدين كل يعني التمرين كهاندبول قوي فتنس قوي الحمد لله، اعداد يعني ان شاء الله يعني يقومنا على يعني يوقفنا على رجلينا، فنعمل ان شاء الله في افريقيا اداء كويس يعني. رشاد برضو عايزين نسال عن الطايره، الناس بتعتقد ان احنا ما كسبناش حاجه في الطايره برضو. لا طبعا النادي الاهلي في كره الطايره، خليني بس اقول لحضرتك رجال وسيدات، رجال وسيدات، احنا في السيدات النادي الاهلي حقق بطوله السوبر المصري وبطوله الدوري، بطوله كانت صعبه والنادي الاهلي قدر ان هو يحققها. في الطايره رجال حققنا السوبر المصري والبطوله العربيه، فبالنسبه للنادي الاهلي كان موسم برضو موسم كويس جدا في كره الطايره، قدر ان هو يحقق فيه اربع بطولات. لكن خليني اقول لك على حاجه مهمه كابتن اسلام، يمكن في اهتمام خاص من إدارة النشاط الرياضي ومجلس إدارة النادي الأهلي هذا الموسم بالكرة الطائرة، لأن الناس كانت قلقانة على الموسم. طبعا هي الناس بتقول إن احنا ما حققناش بطولات، لا احنا حققنا أربع بطولات،
في كرة الطائرة. الموسم الجديد تم تدعيمه طبعا بأسباني في كرة الطائرة رجال والكابتن إبراهيم فخر الدين زي ما الكابتن خالد العوضي قال، ففي شغل واضح، في اهتمام خاص بالكرة الطائرة، وإن شاء الله هنشوف موسم استثنائي في كرة الطائرة الموسم اللي جاي في النادي الأهلي إن شاء الله. ده بالنسبة لكرة الطائرة. احنا طبعا عايزين برضو نتكلم على كرة السلة، لأن اتكلم في اللي انت عايزه يا رشاد. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. كرة السلة انا بالنسبة لي يعتبر القطاع الانجح بعد كرة اليد هذا الموسم، يعني النادي الاهلي محقق 5 بطولات على مستوى السيدات ومحقق 4 بطولات على مستوى الرجال. النادي الاهلي طبعا داعم، وانت بتتكلم طبعا يعني ده طبعا بطولة الطايرة كانت لقطة مهمة جدا للدوري، بطولة طبعا مهمة، بطولة كانت صعبة، كان عندنا اصابات كتيرة جدا يا كابتن يعني قبل الماتش ده، والحمد لله قدروا لاعبات النادي الاهلي ان هم ينهوا المباراه الفيصل وان هم يحققوا البطوله. بصراحه يعني موسم كبير جدا للفريق، هم خسروا الكاس لكن كانوا قريبين بصراحه، وان شاء الله نتمنى منهم موسم كبير في الفتره اللي جايه. خلاص النادي الاهلي موجود معانا كابتن ابراهيم فخر الدين، مدرب كبير، مدرب على اعلى مستوى، ان شاء الله يقدر يحقق. طبعا في لسه يعتبر القوام الرئيسي لفريق الطايره سيدات ما اكتملش، لان طبعا حضرتك عارف يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي دعم كبير للمنتخبات طبعا، في طبعا لعيبه موجوده في المنتخب زي ما طبعا قلت لحضرتك كره السله. النادي الاهلي على مستوى السيدات محقق 5 بطولات، وعلى مستوى الرجال محقق 4 بطولات، محقق بطوله البال بنظامها الجديد. ده في السله، ده في السله. وبرده خليني اقول لك ان اللعيبه في كره السله عندنا في السيدات موجودين مع المنتخب 4 وموجودين 6 مع الرجال في المنتخب، فخلينا اقول لك ان برضو زي ما انا بتكلم ان النادي الاهلي داعم كبير للمنتخبات. يمكن الفتره اللي جايه هنشوف يعني شغل واضح من النشاط الرياضي في كل الالعاب باذن الله، والنادي الاهلي يقدر يفضل على نفس المستوى زي الموسم اللي فات، لان خلي بالك يا كابتن جمهور النادي الاهلي مش هيرضى غير بالبطولات طبعا، لان طبعا احنا محققين موسم استثنائي، فمش هيرضى غير بموسم استثنائي الموسم اللي جاي ان شاء الله. طيب كريم، عايزين بقى ناخد الناس شويه للسنه الجايه، السنه الجديده. احنا عندنا لسه ارقام احمد هيتكلم عنها وكل حاجه، ولكن السنه القادمه وكيف تنظر للسنه القادمه؟ طبعا احنا اكيد هنا في البيت الكبير مع حضرتك فتحنا ملف الموسم الجديد، ويعني ما يشبه اعطينا جرس الانذار فيما يخص عدد 150 يوم ولا 54 يوم المتاحين لاقامه الموسم الجديد. واكيد خلاص يعني الموضوع حسب كل المعلومات اللي جايه من او الاخبار اللي جايه من اتحاد الكوره هم في ازمه، هم مش عارفين الاجنده، مش عارفين يعملوا طبعا اصل حل. لو احنا لعبنا الدوري بنظام الدورين يبقى احنا هنوصل لفوجة نظري نهايه سبتمبر، صعب جدا ان انت تخلص الدوري قبل سبتمبر القادم بالاجنده الحاليه. النادي الاهلي نفسه ربما احنا قلنا السنه دي لعبنا ما يقرب من 70 مباراه، السنه الجايه احنا مرشحين ان احنا نلعب ما يزيد عن 70 مباراه، مع طبعا دخول دلوقتي كمان تاكيدات خلاص ان دوري السوبر الافريقي من يوم 22 اكتوبر ليوم 11 نوفمبر بنظام الذهاب والاياب بدايه من دور الثمانيه. هل 8 ماتشات دي ولا نعم؟ دول 8 تقريبا 6 ماتشات يعني اذا ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يوصل للفاينل يبقى هيلعب 6 مباريات. حتى كنا نظن المباراه النهائيه ربما تقام من مباراه واحده، قال لك لا ذهاب واياب. وكمان خلي بالكم الفرق الثمانيه كلهم ممنوع يلعبوا اي بطوله محليه، ممنوع يعني ب 22 اكتوبر. انت بتقول لي انا الكلام ده؟ لا هو خلاص هو ما تقوليش انا الكلام ده حبيبي. بص للكاميرا كده وقول اللي بعد ما نلاقي يشجع النادي الاهلي اللي هيطلع يقول لك ايه؟ هو الاهلي على راسه ريشه؟ هو انتوا هتاجلوا للنادي الاهلي؟ هو انتوا مش عارف ايه للنادي الاهلي؟ ما تطلعش قول لي انا. الاتحاد الافريقي اتخذ قرار. الاتحاد الافريقي؟ اتخذ قرار. مش اسلام يعني؟ مش قناه الاهلي؟ لا خالص. الحمد لله. طب متاكد؟ عشان بس ايه احنا والنبي سجل لنا الجزء ده سبيل عشان لما الناس تيجي تتكلم بعد او شهر كام الكلام ده احنا بنقول 22 اكتوبر ل 11 نوفمبر هيطلع يقول لك اشمعنى الاهلي 22 اكتوبر ده ميعاد ماتش، يعني النادي الاهلي اكيد مش هيطلع من بيتهم يروح يلعب الماتش اكيد قبل المباراه دي 3 4 ماتشات 3 4 ايام. فنقول مثلا يعني النادي الاهلي خارج الاجنده المصريه من يوم 17 اكتوبر لغايه 11 نوفمبر ممنوع يشارك في اي ممنوع مباراة. اكمل يا كريم الكلام. ممنوع بقرار من الاتحاد الافريقي ممنوع مش من اسلام مش لا. من الاهلي مش لا. من كابتن خطيب يعني مش دعوه مش دعوه فممنوع طبعا الاهلي يشارك في اي بطوله محليه. وطبعا بعد شهر نوفمبر هيبقى في مساحه فقط حوالي 3 اسابيع انك تشارك النادي الاهلي في بعض المباريات، لانه بعد نهايه نوفمبر
لا استنى بس منتخبيه لسه كاس العالم للانديه في السعوديه. فبالتالي طبعا اجنده صعبه جدا. انا مش بصراحه الحاج جامع حسين بس اعتقد ان لازم نوجد حلول بديله. لازم نفكر خارج الصندوق زي تونس لما مثلا عملوا موضوع الدور الواحد بعد كده عملوا بطوله النخبه من ست فرق. لازم يكون في حل بديل. انما اذا استقريت على دوري ذهاب واياب و24 مباراه باكد لك تحمل تبعاته بقى هتكمل يا استاذ ناجي لغايه فوجه نظري نهايه سبتمبر نهايه سبتمبر مش تقدر انك تخلص الدوري كده. كان بقى سنه هنرجع نلعب تاني الدوري اللي هو السنه الميلاديه الكامله. فكره بقى ان انت تقنع الناس هنخلص في مايو ويونيو والكلام اللي بيتقال ده اقرب كلام اللطيف الحلو اللي احنا مستحيل. ارقام اخرى عندك يا احمد؟ عايز اتكلم الاول بس على البطوله اللي بتاعت الطايره دي. انت قول لي انت عايز انت احمد رشاد النهارده حبيبي يا كابتن. البطوله بتاعت الطايره اللي هسال كريم وناجي اللي كان لسه استاذ سمير عارضها اللي هي بطوله الطايره دي كانت واحده من احلى وامتع البطولات للنادي الاهلي السنه دي. كانت بطوله مهمه جدا اكتر من مجرد بطوله لان هي كانت بتدل على معاني كتير. مش مجرد ان النادي الاهلي اخذ دوري طايره سيدات ما هو عنده مليون منها مش لكن فكره ان انت بترد على بتدي رساله ان النادي الاهلي نادي القيم والمبادئ والنادي اللي هو دايما رساله لكل من باع النادي الاهلي. النادي الاهلي ما تحسبهاش دايما فلوس، احسبها دايما بطولات وتاريخ. والنادي لو كده ولا كده الفلوس هتجيلك لان النادي الاهلي اكيد بيدي احسن فلوس. فالبطوله اللي احنا كنا عارضينها دي كانت اهم بطوله في العاب الصالات بشوفها بطوله الطايره اللي هي السيدات. لان طبعا كلنا عارفين القصه ان في بعض اللعيبه اربع لعيبه من النادي الاهلي انتقلوا او خمس لعيبه في بدايه الموسم راحوا لنادي الزمالك وبالتالي يعني يعتبروا باعوا النادي الاهلي وبالتالي النادي الاهلي حصل على لقب الدوري. فكانت بطوله مهمه جدا 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 وبشوفها بطوله مهمه. يعني نيجي بقى للقدم بشوف ان في برضو في ماتشات كانت صعبه قوي السنه دي علينا. بشوف اصعب ماتش السنه دي طبعا غير نهائي رقم واحد النهائي في محمد الخامس الوداد. المشكله ان انت لو كنت خسرت كان هيبقى خساره للسنه الثانيه على التوالي. برضو انت الوداد هيبقى اخذ ثلاث بطولات منهم اثنين من يعني الثلاثه على حساب النادي الاهلي فكانت هتبقى صعبه قوي علينا. وخاصه كمان ان انت مباراه الذهاب كنت عامل ماتش حلو جدا وكانت 2-0 واستقبلت هدف في الدقائق الاخيره. فكان الماتش يعني ده يعتبر كان اصعب ماتش خاصه كمان مع الجماهير والاجواء الموجوده هناك والخوف من التحكيم وان هم كمان جابوا جون وان احنا قدرنا ان احنا نسجل جون من براسيه محمد عبد المنعم اللي هي يعتبر احلى هدف السنه دي او اهم هدف السنه دي هدف راسيه محمد عبد المنعم. فكانت بطوله دوري الماتش النهائي ده كان يعتبر اصعب ماتش للنادي الاهلي. تاني اصعب ماتش بشوفه ماتش الهلال السوداني اللي هو كان الفيصل ان انت دايما بتاخد دوري ابطال افريقيا على مراحل. فماتش الهلال السوداني ده كان في نهايه المرحله اللي انت لو ما كسبتش مش هتصعد اصلا. انت لو ما كسبتش وكان لازم تكسب بمناسبه الهلال السوداني احب احيي الكابتن اطهر الطاهر الحقيقه على طبعا اضاع رقم معانا ضربه الجزاء نعرضها معانا صوره ضربه الجزاء مشي من النادي الهلال صوره مشي السنه اللي فاتت ضربه جزاء اطهر الطاهر دي تعتبر نقطه تحول برده في الموسم. طبعا نقطه تحول كبيره جدا جدا يعني دي تعتبر نقطه التحول الرئيسيه في موسم النادي الاهلي. كذلك برضو انت النهارده مع كولر بتكسب نادي الزمالك ثلاث ماتشات اهي ضربه الجزاء بتاعت قطر دي كانت تعتبر نقطه التحول في الموسم. انت عندك ثلاث ماتشات كسبت الزمالك مش عارف ليه الناس بتشكر قطر الطاهر وما بتشكرش حارس مرمى صنداونز ما بهزرش والله عشان حارس صنداونز في الهدف في الاول لا في الهدف التعادل بتاع الهلال التعادل هو مش هدف مش مهم في الناوش مش مهم بس هو يعني ماشي برضو انت بتكسب الزمالك ثلاث ماتشات السنه دي في مواجهات مباشره. الاول في بدايه في السوبر 2-0 بعد كده الدوري في يناير 3-0 بعد كده 4-1 في الماتش الاخير بتكسب 2-3 و4 ده خلي بالك كمان في الناشئين يعني مع في الناشئين انت كسبت كل حاجه الناشئين يعني في كل المواجهات تقريبا خسرت ماتشين بس في من كل المواجهات الناشئين بس اصلا بس انت قصدك الماتشات صعبه ايه ما كانتش صعبه فنيا يعني ماتش لا ماتش الزمالك مش صعب انا بتكلم ان الماتشات مهمه ماتشات مهمه لكن الصعب كان ماتش الوداد وماتش الهلال السوداني وبيراميدز في السوبر دول اهم ماتشين طبعا بس النادي الاهلي كان متفوق جامد وكان لينا ضربه جزاء برده ما تمش احتساب من الحكم محمود البنا ساعتها. فانت تعالى برده انت بتتكلم في اصعب الماتشات دي مهمه جدا برده تعالى نشوف في حته التتويج في دوري ابطال افريقيا يحسب برده للكابتن محمود الخطيب ان هو طلع حسام غالي كابتن حسام غالي فده بيدل على معانا برضو الصوره دي كانت مهمه جدا ان الكابتن بيصنع كوادر ان انت ازاي بتصنع كوادر ان هو النهارده بيبقى في رئيس بعثه مسافر رئيس البعثه هو اللي بيطلع وبيستلم الميداليات وبيرفع الكاس فدي حاجه برضو حصلت في بدايه السنه
مع مهند مجدي اللي هو دكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره، وقدر ان هو برضو يطلع لان هو كان رئيس البعثه. فدي حاجه بتدل دايما النادي الاهلي هو نادي المبادئ والقيم دايما. طيب ميار شريف برضو يا ناجي، لعيبه النادي الاهلي قدرت انها تعمل انجاز كبير الحقيقه باحتلالها المركز ال 31 على العالم في التصنيف العالمي. شايف الانجاز ده ازاي؟ انجاز كبير جدا يا كابتن. هو اهم رقم بالنسبه لاي لاعب تنس مصري ان هي تحقق، قدرت انها تحقق وتوصل للمرتبه رقم 31 عالم، قدرت انها تكسر الرقم القياسي اللي كان موجود باسم كابتن الشافعي اللي هو رئيس الاتحاد الحالي. كان انجاز كبير جدا انها تقدر. ميار حطت احلام وطموحات الناس بالنسبه للتنس، خصوصا ان التنس لعبه صعبه يا كابتن، مش تفاصيلها مش سهله، الامور فيها محتاجه بدني قوي جدا، محتاجه انك تكون منتال عقليا انك قادر انك تقدر تكسب مصنفين اعلى منك وما عندكش مشكله انك لازم تحتك بره، معسكراتك كلها بره. ما ده حقيقي. هي وعلى فكره ما بتشوفهاش صحيح هنا. لا، وميار كمان من ضمن الناس اللي عندها بتعرف تقيم هي موقفها فين دلوقتي. يعني كان اوريدي كان عندها مشاكل في المباريات الكبيره، كبيره الوقت، لما توصل بعد ثلاث ساعات لعب خلاص البدني عندها بيبدا يكيرف ويبدا ينزل. فبدات خدت خطوه وخطوه سريعه انها غيرت المدرب الاحمال بتاعها، وجابت مدرب احمال اسباني عمل طفره كبيره جدا معاها، قدرت انها توصل ميار خلال السنه دي، قدرت انها تكسب ثلاث بطولات كبار على مستوى العالم، وصلت انها توصل تلعب ويمبلدون لاول مره في التاريخ. خلي بال حضرتك يا كابتن، احنا بنتكلم على ميار هي صاحبه باكوره الاعمال، او هي صاحبه السبق في كل لما نيجي نتكلم على اي لعبه او اي بطوله ليها علاقه بالتنس. ميار شريف صاحبه السبق فيه. اول لعيبه مصريه تتاهل لبطوله من ضمن بطولات الجراند سلام، اول لعيبه مصريه تفوز بمباراه جوه بطولات الجراند سلام، اول لعيبه مصريه تتاهل للاولمبياد، اول لعيبه مصريه تخش قائمه ال 100 افضل 100 لعيبه على مستوى العالم. دلوقتي بقت انها تكون اول لعيبه او لاعب او لعيبه توصل للتصنيف رقم 31 على مستوى العالم. هي اوريدي بكره عندها مباراه قويه جدا في افتتاح بطوله هامبورغ، عندها ماتش قوي جدا كنا لسه بنتكلم عليه، يعني انها هتلاعب بطله ويمبلدون. ما القرعه وصلتها انها تلعب مع بطله ويمبلدون، ولكن ميار عملت خلال السيزون ده مباراه قويه جدا، يعني وصلت لثلاث ساعات وثلاث ساعات ونص، وكانت فيها ند بند وكانت قادره انها تفوز. فانا شايف ان ميار شريف واحده من ضمن الاسماء الرنانه اللي بعيدا عن العاب الصالات او الالعاب الكبيره اللي واخده شعبيه. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا هنتكلم على الالعاب الثانيه بعيدا عن كره القدم او بعيدا عن الالعاب الجماعيه، لا احنا محتاجين نماذج كتير جدا، عندنا لعيبه كتير جدا موجودين في الالعاب بعيدا عن العاب الصالات في النادي الاهلي، كلهم لعيبه موجوده على مستوى العالم، ليهم رانك على مستوى العالم. عمر العربي في الجمباز، مصطفى عسل في الاسكواش، هنا جوده ودينا مشرف وعمر عصر في تنس الطاوله. صحيح. فاسماء كبيره جدا ما بقوش موجودين كاسم حتى او حد بيصنع حدث على مستوى العالم بس، لا ده بقى هم رقم في المعادله بالنسبه للبطولات العالميه. اهم تحديات الموسم اللي جاي؟ كل البطولات اللي الاهلي هيخشها الموسم الجاي هتكون تحدي قوي جدا وصعب، لانه زي ما كان رشاد بيقول لحضرتك الكابتن، جمهور الاهلي بيبص على البطوله اللي وقعت مش على البطوله اللي خدها. الموسم اللي جاي بقى شايفه ازاي يا رشاد؟ انا شايف كل الالعاب دي بقى، كل الالعاب يا كابتن انا شايف هيبقى موسم صعب جدا، خاصه ان الانديه كلها دعمت صفوفها في دعم كبير في كل الانديه من كل وفي لعيبه طبعا مميزه جدا، زي ما النادي الاهلي بيضم لعيبه على اعلى مستوى. هيكون موسم صعب جدا، وخاصه كمان صعوبه الموسم اللي جاي للنادي الاهلي، خاصه ان هو محقق كل البطولات الموسم اللي فات بالزبط. فعشان كده هيبقى اصعب، لكن احنا عندنا عناصر مميزه جدا ان شاء الله بالتدعيمات اللي هتيجي للفرق كلها ان شاء الله يقدروا يصنعوا الفارق مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. اخيرا كريم، هسالكم سؤال الحلقه، اصعب بطوله بالنسبه لك؟ اصعب دوري كسبناها يعني دوري ابطال افريقيا. احمد ثابت قدم ولا يد ولا؟ لا قدم، انت خليك في القدم. بطوله افريقيا طبعا برضو. اصعب بطوله في الالعاب الجماعيه الاخرى؟ البال دوري ابطال افريقيا بس في الباسكت. الباسكت بطولتين يا كابتن، بطوله افريقيا البال وبطوله الدوري طايره سيدات.
طايره سيدات. بالفعل كانت هذه هي بعض البطولات الصعبة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي هذا الموسم، هذا الموسم التاريخي الذي يستحق الحقيقة أن احنا كنا نلقي عليه الضوء، لأنه على قد ما بنقدر وبسرعة جدا الحقيقة ده الساعة ونص دول يعني على أسرع حاجة ممكنة يعني نقدر نوري لحضراتكم قد إيه إن كان هناك عمل كبير وجاد من مجلس إدارة بيحترم عقلية جمعيته العمومية وبيحترم عقلية جمهور، وبالتالي استطاع أن ينظم بعض الأمور الخاصة في النشاط الرياضي، استطاع أن ينظم بعض الأمور الخاصة في كرة القدم زي ما سمعته، فمن ثابت وكريم، وفي النهاية استطعنا أن نصل إلى كم هذه البطولات. كم هذه البطولات انتهى، القادم دائما يكون أصعب، لأنه زي ما كابتن خطيب قال في أعتقد في آخر مؤتمر صحفي كان تم الإعلان عن أحد الرعاة في آخر مؤتمر صحفي التعليمي الجامعة الكندية، كابتن خطيب قال احنا عندنا مشكلة، مش عندنا احنا اتبسطنا وخدنا كل حاجة، ولكن اللي جاي دايما أصعب، اللي جاي ان احنا خدنا كل حاجة فهنعمل ايه بقى في اللي جاي، لازم ناخد كل حاجة، وبالتالي سيظل هناك ترتيب دائم لما هو قادم، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز ببطولات أكتر من اللي احنا فزنا بها في هذا الموسم. بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا، شكرا الناجي على وجودك معانا، محمد ناجي شكرا يا احمد رشاد على وجودك معانا، بشكرك يا كابتن، ويفضل النادي الاهلي دايما رقم واحد يا رب، دايما يظل النادي الاهلي دائما هو رقم واحد. انا بشكركم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.